ثانية شد حيلك. ماذا يسمى المسطح المائي الذي يكون محاطا باليابسة من ثلاث جهات؟ هل هو أرخبيل، خليج، بحر، محيط؟ ما في إجابات، ما في شيء. شباب طلعوا الإجابات، السؤال على الشاشة، مو طالع عنده. طبعا ما يبدأ الوقت إلا أوكي. الله، ماذا يسمى المسطح المائي الذي يكون محاطا باليابسة من ثلاث جهات؟ أرخبيل، خليج، بحر، أرخبيل. محيط. أرخبيل، ثبت على أرخبيل أبو يار. نعم، أرخبيل. أرخبيل. طيب أنا ما ودي أدخل في فلسفة، أخاف أن الفلسفة هذه يجيها سؤال بعدين وأتورط في الأخير. إجابتك شباب، من عند إجابة خليج. عامر يقول خليج. أشوف محيط نسبة لمحاطا باليابسة. محيط، إيش معنى محيط؟ والله ما أدري، لكن قلت يا حبيبي يا نايف. تراها رمية من غير رمية أبو يارا. محيط. أتوقع شباب يقول ماذا يسمى سطح الماء الذي يكون محاطا باليابسة من ثلاث جهات؟ بحر. الخليج العربي محاط في ثلاث جهات، شرق، غرب، شمال، فسمي خليج. إذا إجابتك عايد خاطئة، والإجابة الصحيحة هي خليج العربي. عندك وسيلتين مساعدة وعندك ثلاث خيارات اللي فيها خصم من وسيلة مساعدة من 200 نقطة. ركز، عندك الوسيلة المساعدة باتصال ولا هاشتاج؟ هاشتاج البرنامج بزنس 60. هاشتاج. نقول بسم الله على بركة الله، ننتظر المشاهدين يتفاعلون عبر هاشتاج بزنس 60. الإجابة قالوها الخليج. عاد أنتوا تعطونا لصاحب السؤال عائض أو الستة البقية معنا في المسابقة اللي يستاهلون نقاط البرنامج. أنا هذا بنقل الجهة الثانية، أيوه لعله يكون أقرب. طيب اخترت الهاشتاج، خيار أول، ثاني، ثالث. خيارات الخصم، تبي الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثاني. خيار الخصم اللي هو الثاني، اختار عايض الزايد عبر هاشتاج. نعطي فرصة للمشاهدين نشوف ايش الاربيز اللي بهذلني. طيب بسم الله. ايوه طاح كله، بهذلك فعلا يا ابو. ما ادري كيف يلبس ابو سلطان سم، ما انا عارف بس انه ما قاعد يتحمل، كل شيء يفك. ايوه كذا، يلا بسم الله عبر الهاشتاج. اذا قلت وقف حنوقف هذا الهاشتاج، بس تعطيهم فرصة الين خلينا نشوف بدي يجاوبون. خلينا نجاوب بعضها. عايض، وليد، نايف، خلف، عايض، عامر، منير. اكتب اسم واحد عشان ما تلخبط. عايض، خلف، عامر. بسم الله. ها يلا عندك. يا قف يا ابو يارا. سم، اقول قف يا ابو يارا. وقفت هنا، اوكي نشوف. اول واحد ولا نص؟ واحد ولا نص؟ ايه يعني في تغريده كامله، في نص تغريده عشان نعرف من الاول. اعطنا النص. النص، نص التغريده. الاجابه الخليج من جمانه. صاحب السؤال عايض الزايد، طبعا هو اختار خيار ايش بالضبط؟ الثاني صح؟ الاول. انا اخترت الثاني. اختار خيار الثاني اللي هو فيه خصم من ان كل سؤال له 200 نقطه. راحت يا جمانه، اخذتيها من عايض ورجعتيها لوليد البحيري. يستاهل، برافو. يستاهل. تستاهل يا وليد النقاط. ننتقل لعامر منير، 40 ثانيه شد حيلك. ان شاء الله حتجاوب على السؤال مثل ما جاوبت على السؤال ان شاء الله. يقول كم عدد الحواس التي تملكها اسماك القرش؟ 3 4 5 8 حواس. عدد الحواس. طلعوا لي السؤال. 8 حواس. 8. عندك إجابة ولا بس كذا أنت قاعد؟ لا القرش أعرفه، أمون عليه. 8 حواسي. ارتبطت فيه في البحر يوم من الأيام؟ لا أبعلمك ليش حللتها. 3 4 5 8. بعد يعني 3 4 5 خليت على جنب، 6 7 طمرتها، 8 قلتها 8 أكيد. قلت يمكن 8. طيب عمري قال 8، هذه إجابة للسؤال. طبعا الإجابة يا عامر صحيحة، برافو. تستاهل. تستاهل. ننتقل وليد البحيح، شد حيلك. فقدتك ابراهيمين اعتقد. تعرفني ها؟ هي البرايمين اللي راحت ما جيتها. كنت تعبان صح؟ ما قدرت تجي. ايوه كنت تعبان وعندي شغل. طيب يقول السؤال يا وليد، المسطحات البحرية التي تقع ضمن الحدود لدولة ما وتخضع للدولة التي تمتلكها، ماذا تسمى؟ مياه دولية، إقليمية، مائية، محلية؟ المسطحات البحرية التي تقع ضمن الحدود لدولة ما وتخضع لدولة التي تمتلكها،
مياه دولية، مياه إقليمية، قناة مائية، مياه محلية. مياه إقليمية. مياه إقليمية. إقليمية. ها؟ ليش إقليمية؟ لأن سمعت أنا الإقليم إن دائم يجي عليها. طب ما سمعت المياه الدولية؟ ما هي تخص دولة واحدة دولية. اوكي يعني شلت الخيار هذا ولا قناة شمولية ولا مياه محلية على قد تسمى مياه محلية جنبك. لا المياه المحلية الظاهر اللي تجي من المطر ما تجي من البحار. طيب اجابة وليد بحيح مياه اقليمية. ها شاب من عنده اجابة؟ قناة مائية. قناة مائية خلف القناة مائية. حمد دولية. طبعا كلهم اعطوا اجابات مختلفة عن اجابة وليد بحيح. اذا اجابة وليد بحيح صحيحة. برافو تستاهل. تحليل مناسب. ننتقل لنايف رفيدي. بسم الله على بركة الله وحتجاوب على السؤال القادم. كم وهذه أخذناها ترى أعتقد. كم تغطي المحيطات من سطح الأرض؟ الأرض في يابسة وفي مياه. كم نسبة المياه على مستوى سطح الأرض؟ 71%، 72%، 73%، 74%. يعني المحيطات على الأرض كامل؟ أي نعم كاملة. أنت شايف الكرة الأرضية صح؟ نعم. فيها محيطات باللون الأزرق وفي باللون الأصفر. اللون الأزرق. الأزرق كم نسبته على الأرض؟ 71. 71 ليش؟ 71 صح. ليش خلف صح؟ صح 71. هذه درسناها. كم تغطي المحيطات؟ يعني أنت تتكلم إن البشر والعدد السكان والأراضي كلها تشكل 30% أو 29% من الأرض؟ ايه صحيح 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 ولا تزعلون. صحيح برافو يا نايف. يطلع وجهك. خلف القحطاني يقول السؤال ما هي وحدة قياس سرعة السفن؟ خبر في المتوسط أخذناها. الميل، الديسمتر البحري، العقدة، العشرم. ما هي وحدة قياس سرعة السفن؟ العقدة هي مكتوب العقدة؟ إيه بالضمها العقدة والغشرم. والثانية بالضمها العشرم. الديسمتر البحري. الديسمتر بحري ليش؟ لأن بحري. طيب ليش اخترت العقدة اللي قبل؟ ما اخترت بس أبي أشوف. يا ريت ثبت عليها بس. ثبت. إجابة خاطئة. العقدة. إجابة خاطئة يا خلف. معوض خير إن شاء الله. هي العقدة الإجابة الصحيحة. اسلم بدأ يستاهل يستاهل. عندك وسيلة المساعدة. اتصال. اتصال يا سلام. عندك خيار أول ثاني ثالث. خيارات الخصم واحد. خيار الأول خالف اختار خيار الخصم الأول. وسيلة المساعدة اتصال عبد الرحمن من بيشة. السلام عليكم عبد الرحمن. حياك الله. علي صوتك شوي عشان نسمعك. ايوه هلا تسمعوني. نسمعك. ايش الجواب؟ الاجابه العقده. طال عمرك. العقده الاجابه لمين؟ نقاط. حمد الاكلبي. حمد الاكلبي يستاهل. يستاهل حمد. بيض الله وجهك وشكرا. نقاط خلف تنتقل لحمد الاكلبي. نرجع هذه الجوله الاولى انتهينا منها. ننتقل للجوله الثانيه اللي جمع نقاط واللي انتقل لوسائل المساعده. الان الخيار الاخير حمد. صح باقي سؤال حمد. توقعت نكتفي فيها ولا لا اعطيها؟ تمام كمان لا ترطم مع حمد. يلا السؤال يقول تراكيب صغيرة مسطحة تشبه الصفيحة توجد بالقرب من سطح الجلد في معظم الأسماك في جلدة. طبعا خياشيم، الغضاريف، القشور، الزعانف. تراكيب صغيرة مسطحة تشبه الصفيحة توجد بالقرب من سطح الجلد في معظم الأسماك. ماذا تسمى؟ الخياشيم. الخياشيم. خياشيم مو هي اللي تتنفس فيها الأسماك؟ لا. طيب طيب يقول تراكيب صغيرة. قشور. حرام عليك. إجابتك خاطئة يا حمد. معوض خير. الخياشيم هي المنطقة اللي تتنفس فيها الأسماك. يا أخوي تراكيب صغيرة مسطحة. أنت لك خبرة يا أبو ناصر في البحر. إحنا في بر. طيب أوكي. إجابة القشور. عندك وسيلتين مساعدة. اتصال ولا هاشتاج؟ لا اتصال. اتصال. أي خيار أول ثاني ثالث؟ عطني الثاني. الثاني. يلا هو. اختار خيار الثاني وسيلة خصم واختار اتصال. مين معي؟ ندى من الرياض. حياك الله ندى. ندى تسمعينا؟ عليك
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أي اللي جاوب إيش بالضبط؟ السؤال يقول: تراكيب صغيرة مسطحة تشبه الصفيحة توجد بالقرب من سطح الجلد في معظم الأسماك، هل هي الخياشيم، الغضاريف، القشور، الزعيم؟ نعم؟ أعيد السؤال. تراكيب، تراكيب صغيرة مسطحة تشبه الصفيحة توجد بالقرب من سطح الجلد في معظم الأسماك، هل الجواب الخياشيم، الغضاريف، القشور، الزعانف؟ جاوبوها الشباب. صعد ملاحظ القشور. يا سلام عليك. الإجابة لمين؟ من جمهور حمد راكب يستاهل، برافو. الإجابة القشور، اختيار خيار الثاني، خيار خصم الثاني حمد، صح؟ خيار خصم الثاني، برافو، تستاهل يا حمد الأكلوبي. من خطأ الاتصال إلى اتصال ورجع لها قيمة السؤال. انتهت الجولة الأولى، ننتقل للجولة الثانية. عايد بسم الله. يقول السؤال: ما هو أكبر، هذا سهل، أكبر الكائنات الحية حجما؟ الحوت الأحمر، الحوت الأزرق، الحوت الأزرق، ها؟ الحوت الأزرق. مستعجل.